Check this out. واستهل المنتخب المغربي مشاركته في كأس العالم بالخسارة أمام النظير الإيراني بهدف دون رد في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، وذلك في مباراة أضع فيها المنتخب المغربي العديد من الفرص السانحة للتسجيل. من غابوا عن المونديال 20 سنة عادوا إليه بجيل جديد، عزف نشيدهم الوطني بمداد الفخر وسط مساندة الآلاف ممن جاءوا إلى بلاد البرد والثلج في روسيا. الخصم ضربة بداية أسود الأطلس كان المنتخب الإيراني. الاستهلال كان بأرجل الواحد أمين حارث، لكن كرته تمر قريبة من عنوان مرمى الإيرانيين. ضغط أسود الأطلس تواصل بتمريرة من أمرابط في اتجاه يونس بلهند، والكرة لم تعرف شباك المنتخب الإيراني. أيوب الكعبي الصناعة المحلية في المنتخب المغربي أراد الإعلان عن نفسه، لكن كرته سارت على مسار المحاولات السابقة. مدرب الإيرانيين كارلوس كيروش أحس بالضغط العالي الذي مورس عليه، فيما ثعلب المغاربة إيرفي رونار مندهش من تضييع الفرص. لاعب يوفنتوس الإيطالي المهدي بن عطية كان على موعد مع التاريخ، لكنه أضاع كرة الهدف الأول بعد دربكة في صندوق المنتخب الإيراني. موهبة المغربية أمين حارث اخترق دفاع المنتخب الإيراني، وكرته لم تذهب حسب التفكير الذي أراد. وعلى عكس تيار المباراة كاد المنتخب الإيراني أن يضرب المغاربة في مقتل لولا التدخل الرائع من منير المحمدي. في الشوط الثاني تكلم كبار المنتخب المغربي فيما بينهم عساهم يسجلون الهدف المنتظر. أمين حارث أراد رسم ما طلب منه في غرفة تغيير الملابس، لكن بلا طائل. حكيم زياش وبالطريقة التي يحب كاد يدون هدف التقدم للمنتخب المغربي لولا تدخل الحارس بيران فارد. لأن كرة القدم تلعب حتى بعد وقتها الأصلي، عزيز وهدوس اختلطت عليه الأوراق، وعوض أن يسجل في مرمى إيران سجل في عرين الأسود. الخلاصة نهاية ما كان سهلا في اعتقاد الكثيرين بخسارة في انتظار الأصعب أمام البرتغال وإسبانيا. وعقب المباراة قال الفرنسي إيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي إن لاعبيه قاموا بعمل جيد، وذلك قبل أن يتلقوا هدفا قاتلا في آخر أنفاس المواجهة. أظن بأنه بالتأكيد كانوا خطيرين جدا على الكرة الثابتة، ونحن نعرف ذلك مسبقا. ارتكبنا خطأ واحدا فقط كلفنا غاليا، وكان لدينا بعض الفرص ولم نسجل، وأعتقد بأنهم سجلوا هدفا قاتلا في الثواني الأخيرة. أظن بأننا قمنا بعمل جيد. هذا المنتخب بالتأكيد كنا نحاول أن نصنع به الفارق، وخصمنا كان ينتظر في الدفاع، وهذا خطأنا لأننا ارتكبنا الخطأ من الجهة اليمنى، وبعد ذلك لم نراقب اللاعبين وسجلنا في مرمانا. من جانبه أكد أيوب الكعبي مهاجم المنتخب المغربي أن أسود الأطلس حاولوا التسجيل لكنهم لم ينجحوا في ذلك. الكعبي أشار إلى أن الأمور لم تحسن بعد، وأن المنتخب المغربي سيحاول تقديم الأفضل في المواجهات المقبلة. حاولنا أثناء المقابلة نسجلوا هدف ساعة ما لحد ما ساعفناش في المقابلة. إن شاء الله بقى لينا الجمعات، إن شاء الله نحاولوا نحقوا فيهم الانتصار إن شاء الله، وبقى كل شيء ملعوب. المقابلة كانت تستفيدوا حدين، كانت صالحة للمنتخب الإيراني. إن شاء الله كانوا موعدوا للجماهير المغربية إن شاء الله في المقابلة القادمين، إن شاء الله نحقوا فيها الانتصار، ولما لا إن شاء الله ندوزوا للدور الموالي إن شاء الله. وعبر قائد المنتخب الإيراني مسعود شجاعي عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه منتخب بلاده أمام المغرب، مضيفا أن إيران استحقت النقاط الثلاثة.
كما رأيتم نحن كنا متحمسين جدا بهذا الفوز لأنها كانت مباراة مهمة بالنسبة لنا ولكل البلد في الحقيقة وكل من كان يتابع من ناحيتنا. نحن ندرك تماما بأن المغرب فريق جيد جدا يملك لاعبين ممتازين، ولكن كنا ربما نستحق هذه النقاط الثلاث في نهاية الأمر حسب رأيي. وأنا أشكر فعلا كل الزملاء كل اللاعبين، قدمنا مباراة جيدة وقمنا بعمل ممتاز. ونعود للكابتن سمير صبري. كابتن سمير، بالتأكيد أنه الأهداف القاتلة كلفت العرب الكثير اليوم. هدف بوهدوز يقضي على أمال المنتخب المغربي الذي كان بالعكس هو الأفضل في المباراة، خاصة مع بداية المباراة وأيضا في النصف الثاني من الشوط الثاني. ماذا حصل للمنتخب المغربي؟ دعيني بس أقول لحضرتك أن إيران كسبت المغرب بلاعبين محليين 100%. ال 11 اللي كانوا بيلعبوا لعيبه محليين 100%، ولكن تصريح رينار كان تصريح مهم جدا، وهو تصريح نفسي للاعبين. مهم جدا ان انت ازاي تجمع اللاعبين بعد هزيمه وانت كنت الافضل والاحسن. طول ما انت في كاس العالم تضيع تستقبل على طول، هي كره القدم. وهو حمل المسؤوليه للاعبين بصراحه، يعني مزبوط للفريق. مظبوط، ولكن رينار يعني انا اعتقد ان المنتخب المغربي قادر ان هو يعود، ولكن أمامه صعوبات كثيرة، عليه أن يعمل ويجتهد ويلم لعيبة كويس جدا عشان عنده مباراة صعبة جدا جدا، وهو هدف بنيران صديقة عزيز بوهدوس. احنا شفنا المباراة، المغرب كان ممكن يقتل المباراة، جات له فرصتين سهلين جدا، كان من الممكن أن زياش، خاصة لقطة زياش. نعم، محاولة زياش، محاولات اهداف ضائعه. صحيح، اهداف ضائعه، كان من الممكن ان يقتل المباراه، ولكن عندما تضيع اكثر من هدف تستقبل، وده اللي احنا شفناه في المباراه. انت كنت الافضل، كنت الاحسن، الانتشار، الاستحواذ، الكومباكت في الناحيه الهجوميه والدفاعيه. فريق المغرب فريق منظم جدا، وده ان كان يدل على التجهيزات السابقه، اشتغل فترات اعداد قويه جدا، عمل مباراه وديه قويه جدا. كنا نامل ان المغرب يكون يعني يقدم افضل من كده. بدأ المباراة بشكل كويس، ولكن مستوى المغرب قاعد يقل لغاية آخر المباراة. أنت ممكن تبدأ قوي، ولكن إزاي تحافظ على القوة بتاعتك؟ طيب كابتن سمير، إلى أي حد برأيك ساهم الضغط النفسي على اللاعبين المغاربة في خسارة هذه المباراة الأولى، خاصة وأن المغرب كان يعتبرها بالمباراة المفتاح أو المباراة المصيرية الذي يستهل بها بشكل جيد المونديال؟ من الممكن في لاعبين تحت الضغط ما بيقدروش يعني يشتغلوا بطولات زي كده. إحنا يعني عندهم بن عطية، عنده خبرات. مين تاني عنده خبرات؟ يعني ممكن بوصوفة ممكن عنده خبرات، ولكن في لاعبين صغيرين جدا. يعني حكيمي بيلعب في ريال مدريد ولكن خبراته برضه قليلة. لكن حكيمي تم أيضا استعماله على الجهة اليسرى وهو ليس مكانه، هو نعم. أصلا ظهير أيمن وليس ظهير أيسر. هذه تدخل في إطار الاختيارات التكتيكية لرونالدو. أكيد أكيد، هو أدرى بالأوراق اللي عنده. رينار صاحب فلسفة، إحنا شفنا النهاردة اشتغل بستايل 3-4-3 بنفس السيستم اللي كان شغال فيه في بطولة أمم أفريقيا. أي نعم ما نجحش النهاردة، ولكن شكل المنتخب أفضل أحسن، الكرة المغربية بتتطور. رينار أما استلم المسؤولية كان في انهيار في الكرة المغربية، اشتغل بشكل كويس، بطولة أفريقيا عمل بشكل كويس. احنا نأمل اللي هو يكمل كأس العالم إن شاء الله، يعمل مباراة قادمة قوية إن شاء الله. والمهمة ستكون صعبة جدا أمام جداً منتخبين قدما أروع مباراة إلى حد الآن. لأن إيران كان مفتاح الدفعة بتاعته، يعني هو الثلاث نقاط اليوم كانت ممكن توصل المغرب لنقطة أفضل وأفضل. نعم، بالفعل قبل مواجهة البرتغال وإسبانيا. لأن في مثل إنجليزي، نعم، ستيب باي ستيب، كان الخطوة دي كانت هتفرق جدا جدا جدا. شكرا كابتن.